بورتفي ربحنا والمفتاح ربحنا يعني نتكلوا على ربي. لابافيت شيتها في الدار الكمامة. لابافيت شيتها في الدار. لابافيت بابا 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 صاحبي روح من الروح روح روح نهضر معك روح قطتك مالي 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 تفضل. وفتها كل راهي نسيتها في الدار. الله غالب كل هذه المشاكل اللي صراو لي والضغوطات النفسية والضغوطات في العمل ونزلت رحت للدار نعيط لزوجتي ما على باليش وين راهي نعيط لنبيل ما يجاوبش. خرجت لبرا ركبت الطاكسي ورحت وكهبط من الطاكسي نسيت الفاليزة فيها ملايين دفيزة عملة صعبة وفيها التأشيرة وفيها البون تاع السلعة اللي وطرته. بصح هذاك الخطيع تاع السعيد هذاك الأناني ما وقفش معي وقف درجال ويقول يا رجع لي دراحمي. كل هذه الضغوطات والداء السكري اللي عندي هنا هذا الشيء كامل اللي خلوني ننسى الكمامة في الدار. اسمعني يا سي يا جيمي مش قاعد نقول لك احكي لي حكايتك. انا نقول لها بابا تاكل راهي انت تقول لي في الدار. معليش وين تسكن؟ كنت ساكن في فيلا كبيره. يا ترى وش صار مع المشكلة اللي صار لي مع الفريزة؟ بعت الفيلا راحت الفيلا شريت شقة وبعد طلقت مع مرتي وليت ساكن في الشقة غير أنا وبنتي وبوشة. هذا المكان. معليش كان عندك مخالفة. مخالفة يسمى كل هذه المشاكل ما كفونيش وانت زدت لي مخالفة. ماشي حاجة مليون برك هذا مكان. ما درت له والو والله غير ما درت له والو.